مرحبا شباب، شو اخباركم؟ اموركم اليوم نسوي لكم اكل بياض الغنم، طبعا كلش مفيده وصحيه وما بيها كوليسترول، بيها فسفور زنك وحديد وكالسيوم، كل شيء بيها تلقونه، وزين الكوليسترول طبعا. فهسه نسويها، ننظفها ونشوفكم. اوكي شباب، هاي بعد ما نظفناهن كل زين، شوف هاي بيهن اكثر من طبقه لازم تنظفن زين. وعلى فكره طبعا هذني كل الزينات يعني للرجال والحيوانات المنويه يعني، فكلش مفيده وصحيه، كلش ما تخلو بس ملح وفلفل اسود والعصره ليمون بس، هي هاي احلى شيء بيه، لا تخلوها زيت ولا شو اسمه اي شيء. بس هسه نبدي نقطعها حتى نطبخها على النار، كلش طيب تطلع. نقطعها، شوفوا شلونها زبد، والله زبد. شوفوا شلون تينا كلش رقيقة يعني. حتى انا هنقصها بالنص، سبحان الله، بها علاج كلش مفيد للإنسان، بس الناس هاملتها يعني الصراحة. هاي تمام، خلصين من عندها، بس نبلش شوية نطبخها ونروح. هاي شباب، شوفوا شلونها، بدينا نشوي بيها زبد بعد شلون، لا تحرقوها يعني، حاولوا خلوها بفائدتها، ما تخلص بس رشوا عليه فلفل اسود وملح وعصرة ليمون، كل شيء ما تحطوا لها بعد. شوفوا شلونها، بس ما تخلص انا اشوفكم اياها. اوكي شباب، هاي سوين طماطه شوي، بصل شوي، وهاي شلون، نشوفوا شلون، هاي حطينا الخبزه هنا هم. بس بقى شوف هي تنزل من كيف خبر. حارة، شوفوا شلونها، شو نسوي؟ نجيب الفلفل والأسود والملح، نحط عليه شوية، نجيب لنا عصرة ليمون عليها، وهاي العصرة الليمون عليها، خليها شوية تاخذ النكهة، دب الجوس هاي مال السوائل مالتها ونجربها. هاي شباب، بعد ما زينا الصحن وترتبنا وخبز وترشي احمر وليمون وخس وترتيبات وطماطة شوي، قلنا نجرب لنا وحدة نشوف شنو طعمها. والله وي، على فكرة بعد البصل ما جاهز، هذا بس يجي شغل يعني، تحفة والله تحفة، بكانكم خالي بابا. شوف الجوس مالته، بس أهمكم العافية. شوفوا شباب، هذا الشكل النهائي، شوف شلون، ألف عافية وألف عافية. طبعا نسيت ملاحظة، كل زين الناس عندهم كوليسترول يعني، كل الصحي كلش يعني ناشف، لا بيد زيت ولا شيء، طبيعي يعني، سبحان الله، الله ما يخلق شيء إذا ما بيفائده، سبحان الله، والحمد لله وشكرا على كل شيء يعني.